السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم منوعات رحالة. يا رب يكون الجميع بخير، كل عام وأنتم بخير. يا رب انصر إخواننا الفلسطينيين، يا رب انصر إخواننا الفلسطينيين. الناس اللي هي بتحب صيد الغلة وعايزة أكشن وعايزة غمزة وعايزة فتحة ظنان، الفيديو ده ليك. أما الناس بقى اللي عايزة التفاصيل تنتظر الجزء التاني. أيا كان، إحنا عشان نبقى مستمرين بس، فإحنا هنعمل فيديو خفيف كده، هنحط فيه كده كام غمزة كده صيد بالغلة. طبعا احنا النهارده بنصطاد في صرف مزرعه، بالله عليكم محدش يسالني فين عشان المكان ده يعتبر خاص، والرقم الواتس بتاعي موجود، ابعتوا لي رساله على الواتس ممكن نجاوب على الواتس، بس بلاش السؤال ده على العام. ما تنسوش طبعا تعملوا لنا لايك دعما لينا، لو اول مره تشوفونا اشتركوا عندنا في القناه. انا اخوكم سامح، تحياتي ليكم، اتمنى لكم مشاهده ممتعه. ايوه يا ابو علي يا جامد، حبيبي حبيبي. ايوه، على بالك بس بسرعه. ايه، على مهلك، على بالراحه 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 بالراحه. العب وريهم، خش عليا خش. اي ابو يحيى، امسك. اوعى اوعى، بينقي السمك. لا يصلح حاله. اللهم صل على النبي. لا يابا اهو، هي سمكه واحده برضه. الله اكبر، انت ما تطلعوش، ما تطلعوش بالله. الله على يدك يا تاج. خش اوبا، خش على، قول له خش على المقبره. يا معدم، انت جاي تاخد الكوالي ولا ايه؟ انت قاعد نايم طول النهار وجاي دلوقتي تاخد الكوالي؟ يا النضة. ايوه دي كورة دي يا معدم؟ لا نبتدي والله ان شاء الله. حنكهة صغيرة، بسم الله ما شاء الله. انتهي، خلي بالك دي هي نفس السمكة اللي احنا لسه مطلعينها. يا حاج، لا هي سمكة واحنا عاملين عليها شو، صح؟ صح يا معضة؟ اه لا يابا اهو، هي سمكة الله واحدة معضة. الله على النبي. الله أكبر، ما شاء الله، تفصيل ما تطلعوش، ما تطلعوش بالله، بالله ما تطلعوش، بالله ما تطلعوش. العب يا معضة. ما بنلعبوش عليه احنا. احنا اللي بنزعله من صيد السمك ونصوره تاني. ايوه اسمر يا بتاع زمان. خلينا بقى نصطاد مع بعض. طبعا تعملوا لنا لايك دعما لينا، لو اول مره تشوفونا اشتركوا عندنا في القناه. بالراحه، عايز الشلب؟ عايز الهلب؟ الله اكبر عليك، الله يعوض عليك يا معلم. تعال اطلع اطلع اطلع. الله اكبر، الله يعوض عليك يا ابن اللذين، ما شاء الله. ده في تكاثر، ده ذكر، ده الوحيد اللي هو في تكاثر. ايوه هو ده. صلاة النبي، صلاة النبي يا معلم، الله يرزقك الخير يا رب. يلا حبيبي خش. لا استنى يا جماعة، السمكة دي هتضيع بعد اذنكم، بعد اذنكم. السمكة كانت هتضيع يا جماعة،
السمكة كانت هتضيع ما شاء الله عليها. شايفين حتة عاملة لازم نلحقوها الأول، وبعد كده ايه بكرة كريمة يا شباب. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. انا استفتحت يا جماعه، خدت اربع حتت سمكه معديه الكيلو، وسمكه هي فيها ربع او تلت، وسمكتين كفافي كده ما شاء الله. بصوا يا جماعه عشان ما تزعلوش مني، انا هنقول لكم المكان. دي مجموعه مزارع عن طريق ايدكم في البحيره. انا سعيد طبعا، وفي اليوم ده قعدت في اكتر من مكان لحد ما وقعت على مكان فيه سمك خشن. طبعا ده اول مكان قعدت عليه، وده كان اول استفتاح ليا. صلاة على النبي بالطعم. بص يا جماعة، الريمة دي من الهواء، المية نفسها نظيفة. لو تلاحظ هنا المية نظيفة اهي، والجنب ده نظيفة، بس هنا عشان في حاجز عاملة الريمة دي. هتفكروني بنصطاد في مية وحشة يعني. كفافي حلو يعني. هات كده جر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، والله ما تخيلنا الاحجام دي. صلاه النبي صلاه النبي، والله صبرت ونورت يا عربي، صبرت ونور. عدل لي بس السمكه دي كده. بص ايوه ايوه، صلاه النبي صلاه النبي، الله اكبر. ايوه اسمر ما شاء الله، لا قوه الا بالله. اللهم بارك اللهم بارك. انا ضيعت حته كبيره والله اسمر. ايوه 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 ايوه, أيوة. الله اكبر الله اكبر، والله متخيلنا الاحجام دي. ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما شاء الله لا قوة الا بالله. اللهم بارك اللهم بارك. السمكة دي انت يا عم محمد؟ صلى الله عليه وسلم. الشبر يا جماعة، شبر ايه ده؟ شبر ونص، ده شبرين تلاتة بالجرام. يا الله، صباح الفل. ما شاء الله لا قوة الا بالله، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك، ما شاء الله لا قوة الا بالله. ما شاء الله يا جماعة، بارك الله فيما رزق. انا الله اكبر يعني، الله اكبر. انا ما تخيلتش والله العظيم الاحجام دي في الوقت ده. الحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر. والله عندي الجماعة في البيت وانا خارج قالوا روح الله يرزقك برزقنا، فربنا رزقني برزقهم. كل سنة وحضراتكم بخير يا جماعة، ما تنسوش دعاكم لاخواتنا الفلسطينيين. طبعا لو اول مره تشوفونا ما تنسوش تعملوا لنا لايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.